أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الضوابط أو الأصول التي إذا ارتكبها الرجل يخرج من دائرة أهل السنة ويكون مبتدعا؟ ما هي إيش؟ الضوابط أو الأصول التي إذا ارتكبها الرجل يخرج من يخرج من دائرة أهل السنة ويكون مبتدعا. ما كل مبتدع يخرج من دائرة أهل السنة، يكون مبتدع وهو من أهل السنة والجماعة. فما كل مبتدع يخرج، إذا كانت البدعة في العقيدة نعم يخرج، أما إذا كانت البدعة في غير العقيدة بدعة عملية هذه محرمة، لكن لا يخرج بها من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.